تبيع لنا واحدة؟ لا لا ليش؟ حق دادي. طيب عطنا واحدة هنا. عطنا واحدة هنا. أعطني حاجة أنا حق دادي. ما في شيء، قول له ضاعت. قول له ضاعت؟ ما حرام، بعدين في ضاع، هذا الشجر في ضاع. ها؟ بعدين لما نحطه كله الشجر ده قديم. إيش هو الشجر؟ الغبر، بعدين في حاجة زي ما ضاعت. ما في حاجة زي ما ضاعت. يعني حساب هناك. الله حساب الله شيء. أنا مش رايح بالله في أطراف أنا منترسع فيها. تحس بتاعها سيئة؟ لا ما تشوف فيها ولا يعني مرتاح نفسيا الحمد لله. صحة الله. ياكل من حلال من حلال مرتاح نفسيا. لا لا. بس عطنا واحدة بس يا شيخ. شيخنا الله يرحمه. الله يرحمه. زي السما للوطن. زي السما للوطن. كيف زي السما للوطن؟ السما والوطن قريبة قراب بعض؟ لا. بس أنا كان بديك نعجة. يا شيخ. والله. ليش؟ لو أنا اديتك نعجة السما والوطن ينطبق سوا تكون يعني قراب بعض. نعطيك 200 ريال مستحيل يعني مستحيلة من السماء والأرض تكون مع بعض صح؟ نعطيك 200 ريال والله كان تعطيني 200 ألف يا شيخ والله تفضل تعال 200 ألف نعطيك ليش؟ ليش؟ ما حد شايفك هنا يا شيخ حق مين؟ أقول ما حد شايفك ما راح نعلم احنا ها؟ الله لا أشوفني؟ أنا أشوفك سبحان الله بعدين بتحاسبني ولا حاسبنا ربي؟ مر ابن عمر على رويع غنم في صحراء فقال له امتحانا بعنا من هذه الشيه فقال انا مملوك ومؤتمن انا مملوك ومؤتمن فقال ابن عمر ممتحنا ايمانه قل للمالك اكلها الذئب فقال هو علم الذي امتلا قلبه خشيه من الله وماذا اقول لله ماذا اقول لله إن قلت للمالك أكلها الذئب فماذا أقول لله ماذا أقول إذا نطقت الجوارح والأركان فبكى ابن عمر وأرسل إليه من يعتقه وقال له كلمة أعتقتك في الدنيا كلمة أعتقتك في الدنيا أسأل الله أن تعتقك يوم أن تلقاه أسأل الله أن تعتقك يوم أن تلقاه